مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل أثناء الحمل؟ قد تستمر المرأة بتناول حبوب منع الحمل وهي لا تدرك أنها حامل في الأيام الأولى، فهل يشكل ذلك خطورة على الجنين؟ تتساءل معظم النساء عن إمكانية تناول حبوب منع الحمل خلال فترة الحمل وماذا تأثيرها على صحتها وجنينها، خاصة إذا تناولتها لفترة طويلة دون أن تعرف أنها حامل بالفعل. في الحقيقة لا توجد دراسات علمية تشير إلى أن الحصول على حبوب منع الحمل خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل قد يؤثر سلباً على نمو الجنين أو صحة الحامل، إلا أنه ما زال من غير الآمن الاستمرار في تناول حبوب منع الحمل خلال أشهر الحمل، إذ إن كل دواء تتناوليه سوف ينتقل إلى الجنين أيضاً وقد يؤثر عليه في حال تم الحصول عليه لفترات طويلة. وعلى الرغم من أن حبوب منع الحمل آمن لمعظم النساء غير الحوامل، إلا أنه ما زال من الممكن أن تسبب هذه الحبوب لهن مخاطر متزايدة للإصابة ببعض المضاعفات النادرة، والتي تشمل ارتفاع في ضغط الدم، تجلط الأوردة العميقة، نوبة قلبية مفاجئة. ومن الجدير بالذكر أن النساء الحوامل التي تتناول حبوب منع الحمل قد تتعرض أيضا للمخاطر المذكورة، لذلك إذا كان لديك شكوك بأنك حامل قومي بإجراء اختبار الحمل للتأكد منه، وإذا لم تتمكني من إجراء اختبار الحمل لأي سبب من الأسباب فكري جيدا في استخدام بدائل أخرى لحبوب منع الحمل والتي لها نفس التأثير. يوجد بعض المخاطر التي قد تحدث لك في حال استمرار تناول حبوب منع الحمل خلال أشهر الحمل، وتتمثل في الحمل خارج الرحم، إذ يزيد تناول حبوب منع الحمل المكونة من البروجستيرون فقط أثناء الحمل من احتمالات حدوث الحمل خارج الرحم نتيجة نمو البويضة المخصبة خارجه، أيضا الولادة المبكرة. فالنساء اللواتي يحملن أثناء تناول حبوب منع الحمل قد يكون أكثر عرضة لخطر الولادة المبكرة وانخفاض وزن الجنين عند الولادة.